تتعدد فوائد الخبائر الطبيعية الموجودة في الأمعاء لتلعب دورا مهما في صحة الإنسان وتحديدا في مدى تعرضه للسمنة بحسب خبراء التغذية ويبدو أن لهذه الفطريات الطبيعية فوائد جمة إذ أنها تسهل هضم اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك مما يؤدي لسهولة هضمه خاصة لدى الرضع ومؤخرا اشارت ابحاث طبيه الى دورها في الوقايه من سرطان الامعاء حيث تعمل بعض انواعها على مقاومه حدوث الطفرات في الخلايا الهضميه اضافه الى خفض الكوليسترول في الدم وتعد الخمائر الطبيعيه من بين اهم المكملات الغذائيه التي يصفها الاطباء لمن يعاني عسر الهضم وحتى محاربه السمنه وهي غنيه بالفيتامينات التي تنشط الدوره الدمويه وايضا تحفظ التوازن الغذائي داخل اعضائه ونتحدث بتفصيل اكثر في هذا الموضوع مع خبيره التغذيه هنا الدكتوره اماني كمال صباح الخير دكتوره صباح أبالي. الخير. أهل. صباح الخير دكتوره داليا كنت قد تحدثت تحت الهواء مع الدكتوره اسالها عن اغذيه ناكل اكل كالمعتاد ما بدنا ناكل اكل كثير ولكن بنفس الوقت هناك طريق الى النحافه شو رايك ممكن ممكن <applause> وصفة سحرية <لي> دكتورة هاي <applause> رياضة طبعا أكثر ومجهود أكبر وفي نفس الوقت بكتيريا أكثر قصة البكتيريا دكتورة إيه البكتيريا عموما هي كائن حي موجود داخل أجسامنا يعني شيء مش غريب إحنا أجسامنا بتحتوي على حوالي عشرة تلريون تليور تليور من م -م. البكتيريا موجودة داخل جسمنا عايشة على أنها تعمل على مساعدتنا على عملية الهضم في الواقع اللي بيقوم بعمليه الهضم ليس فقط الجهاز الامعاء جهاز الامعاء او احنا نسميه بمعنى اخر جهاز الهضمي, جهاز الهضمي. يحتوي يبدا من الفم الى الامعاء الى المريء ثم المعده الامعاء الدقيقه الامعاء الغليظه كذلك الكبد والبنكرياس جزء من هذا الجهاز الهضمي في المنطقة هذه كلها اللي هي منطقة الجهاز الهضمي تحتوي على عدد هائل من البكتيريا، إحنا بنسميها الجود بكتيريا والباد بكتيريا، البكتيريا الجيدة والبكتيريا السيئة. مه. فالبكتيريا الجيدة هي البكتيريا اللي بتقوم بالعمل كامل، تقريبا هي بتخلصنا من عدد كبير من الجراثيم، مه. هي بتقوم بعملية الهضم، هي بتفتت المادة الغذائية وتحويلها لمادة سهلة الهضم مه. وبالتالي الفيتامينات بتمتص بسهولة من جدار الجهاز الهضمي، فهي تقوم بعمل هائل ومفيد جدا طب دكتور هذه الخمائر الطبيعيه التي نتحدث عنها او البريبيوتكس من اين يحصل الانسان عليها هل هي متواجده في جسم الانسان ام انه يحصل عليها من مواد غذائيه هي تتواجد بشكل طبيعي بجسم الانسان لكن تحفيزها م -م. او ابقائها على قيد الحياه احنا لنا عامل او دور كبير فيها لسبب هذا نجد انه البكتيريا حاليا عدد او كميات البكتيريا قلت او حتى فعاليتها والبكتيريا السيئه استقوت على البكتيريا الجيده وبالتالي بدات تظهر امراض كثيره منها زي ما ذكرتي امراض القولون والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والمناعه وامراض السرطان من كلها مرتبطه لاني الكبارية. انا بدي اشرح نقطه بس نقطه مهمه انه الجهاز الهضمي بشكل اهميته لجسمنا 70% من جهاز المناعه بيعتمد على الجهاز الهضمي 70% يعني من قوة مناعتك ومقاومتك للامراض 70% منها تعتمد على جهازك يعني الهضمي يعني المثل القائل المعدة هي بيت الدواء الداء 100% صحيح مه. وعلميا مثبت وحاليا علميا مثبت اكثر مه. شهر ماي او شهر خمسة هو شهر العالمي للجهاز الهضمي آه للتوعية باهميته اهميه الجهاز الهضمي واهميه الغذاء الصحي في تقويه البكتيريا الجيده مه. بالتالي نحن في اجسامنا نحت... يعني جسمنا يحتوي على نوعين السيء والجيد السيء بسبب نوعية الطعام <applause> طبعا ولازم يكون في سيء لانه تعفنا في الطعام في كثير من الاحيان يعني بعض المعلبات او بعض الاغذيه اللي بنشتريها من الاسواق بيكون مكتوب عليها تحتوي على بكتيريا نافعه يعني هل هذه بالفعل هي تحتوي ام انها مجرد دعايه مجرد ما تبدا الابحاث العلميه تتحدث عن شيء فورا الماركتينج او الجهاز الاسواق على طول بتستغل هذه الفرصه لتحسين منتجاتها فاذا كانت مطابقه للمواصفات وفيها فعلا بكتيريا جيده غالبا هي في انواع من الالبان <applause> غالبا تتواجد في الالبان فهي اذا موجود فيها فهي طبعا من مصلحتنا البكتيريا الجيده احنا نقدر يعني ان نشجعها او نشجع وجودها الاكل الصحي المتوازن الخضروات والفواكه احنا بشر يعتمد اكلنا مفروض 70% منه على النباتات احنا نباتيين حتى لو نظرنا للجهاز الهضم الاسنان احنا نباتيين وليس لحوميين لكن <applause> لكن الواقع يفرض نفسه بشكل مختلف آه. تماما الاكل الفاست فود او الاكل السريع او الاكل المحضر او الاكل المعلب والمحفوظ البكتيريا فيه معدومه لانه لا يمكن يصنع لك غذاء يحتوي على بكتيريا ويكون مده او مده الحياه تبعته قصيره فبالتالي هو بيقتل البكتيريا بيعملها عمليه بستره كامله في الحليب كمان مجرد ما قتلها خلص ما عاد في عنا بكتيريا احنا نعيش فيها نعيش منها لانه احنا في نوع من البكتيريا بري بايوتيك وبرو بايوتيك البرو بايوتيك هو البكتيريا الحيه اوريدي الموجوده داخلنا اللي بناخذها جاهزه من الزبادي مثلا صحيح. مثل زبادي الامهات تبع زمان هذا طبيعي. كان بيحتوي على البكتيريا بشكل طبيعي طب دكتوره في كثير من الاحيان وخاصه عند الاطفال هو شائع جدا تذهب الى الطبيب يخبر الطبيب بان هذا الطفل معه بكتيريا آه. وبدنا نعطيه العلاج المضاد الحيوي بكتيريا امعاء بكتيريا امعاء شو علاقه بكتيريا الامعاء باللي بنحكي فيه نفس الموضوع احنا نتكلم عن بكتيريا سيئه تفوقت على البكتيريا الحسنه واخذت مساحه بالمعده سببت عسر هضم ومشاكل وحموضه وتعب لانه اما اكل متاخر اما اكل غير مناسب اما اكل غير مواتي للعمر او في نسبه مواد محفوظه اكثر منها مواد حيه احنا بندور على اللايف فود اللي هو الاكل الحي، الاكل الحي موجود خضروات في الفواكه طبعاً مهم البروتينات والمواد التانية بس برضو نهتم كتير بالأكل طب باختصار دكتور هذا ما يخص الأطفال ماذا عن الكبار البالغين علاقة هذه البكتيريا بالسمنة؟ باختصار. اه السمنه جدا مهمه لانه كل مكان كان البكتيريا الجيده كميتها اكثر في معدتنا عمليه الهضم بتقوم بعملها الروتيني الممتاز وبالتالي بتخلصنا بتنزل الكوليسترول بتنزل الدهون من الدم بتحافظ على مستوى حموضه والكاين اللي هو القلوي يعني افهم دكتوره انه الشخص اللي عنده ما عنده سمنه بكون جسمه مليء بالبكتيريا اكثر من الشخص. طبعا البكتيريا الجيده. مسيره جيد. جيده شكرا, جزيلاً, جيد شكراً <applause> جزيلا الدكتوره اماني كمال خبيره التغذيه كنت معنا في الاستوديو <applause> شكرا, شكراً لكم